كل سنه وانتم طيبين جميعا. سعيد اليوم ده يوم كان فارق، يوم كان فارق في تاريخ مصر. 3/7 يوم فارق في تاريخ مصر والمنطقه والعالم. يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الدنيا تتغير وفي شكل تاني للدوله دي اللي كانت يعني صدقوني كانت رايحه في مبادئها في سكه لن تعود من النموذج قدامك. النموذج اللي انا بتكلم عليه اللي احنا كنا رايحين له موجود قدامك دلوقتي، موجود قدامي. وتاجر الدول دي في حاله ضياع وخراب ومش مش مفيش مستقبل، مفيش مستقبل. الدول دي مفيش مستقبل لقد ايه؟ معرفش 10 سنين 20 سنه 30 سنه، لكن شكل اللي احنا شايفينه ده في الدول دي انها عودتها امر يسعد جدا. بقول عودتها مش استقرار وتنميه. وارجو ان احنا نتصور شكل الدوله دي من 9 سنين وشكل الدوله اللي احنا رايحين له، والصوره اللي انا بتمنى منكم جميعا ان هي تكتمل. اللي انتم بتشوفوه النهارده ده جزء من خطه كبيره جدا للدوله المصريه في مجال ايه؟ في مجال النقل او البنيه التحتيه للنقل والمواصلات. لما نحطها جنب بعضها كده احنا بنتكلم في اكتر من تريليون وشويه، تريليون 400، ها؟ مش كده؟ يعني 1700 مليار جنيه بتصرفوا على القطاع ده. احنا قبل كده اتكلمنا على الكهرباء وقلنا دخلنا في رقم قريب من الرقم ده عشان نبقى ما عندناش مشكله في كل اللي احنا بنعمله. انك انت تقول النهارده هعمل خط كهرباء او مترو او قطار سريع، قطار سريع 2000 كيلو، فعشان تعمله كهربته منين؟ يعني فاللي انا عايز اقول ان في صوره مكتمله، في خطه كامله للدولة المصرية في عملها. مش عايز الوقت دي تقف قدامنا كتير، لكن عايز اقول لكم النهارده يوم جميل، واليوم ده احنا بنفتتح فيه زي ما انتم شفتوا كده خطة متكاملة بيتم فيها، بنتكلم فيها على مترو، بنتكلم فيها على قطار عادي اللي هو زي قطار السويس وتطويره، بنتكلم على قطار كهربائي، بنتكلم على اتوبيسات او اتوبيس ترددي. والكلام ده هيعمل ايه في دولة كانت بتنمو وما زالت بتنمو كل سنة 2 مليون 2.5 مليون. لو ما كانش فيه الشغل ده بيتعمل، الدولة دي الدولة مش القاهرة كان زمانها توقفت تماما وتشلت تماما. يا جماعة حطوا الخطة المتكاملة للدولة المصرية، شكل الدولة دي هتبقى عاملة ازاي؟ ما تحط قطاع الزراعة جنب قطاع الصناعة، جنب قطاع النقل والمواصلات، جنب المواني، جنب المطارات، جنب الطرق والشبكة الطرق القومية اللي بتتعمل، جنب الخطة القابلة للكهرباء، جنب التعليم والجامعات اللي هيتم افتتاحها في مصر. نخبة من أفضل الإعلاميين وقادرين على إن هم يتعاملوا مع الموضوع دوت وينتبهوا وهم بيتكلموا على إن الدولة دي رايحة في مكان تاني. إحنا بنعمل للمستقبل. بنعمل لمين؟ للمستقبل. إحنا بنعمل لحاجة تانية. إحنا بنعمل تنمية تاخد الدولة دي في مجال تاني. تصور كامل لدولة قالت على نفسها إن هي تجابه التشكيك، مش كده؟ والحقد ومحاولة الخراب بالعمل والعمل والعمل، وراهن على الوقت. وانا عايز اقول لكم على حاجه، احنا بقالنا 3 سنين طبقا للواقع اللي احنا فيه المفروض ما نشتغلش كده. سنتين كورونا والسنه بتاعت الازمه دي، مش كده؟ من بدات في فبراير والنهارده احنا داخلين على 7 و8، يعني على يعني سنه كامله، 3 سنين كاملين الدنيا كلها بتتعمل كده، واحنا هنا في مصر مستقرين بنعمل بجد وحريصين على ان احنا ما امكن. والدنيا كلها بتواجه حاله كبيره جدا من التضخم وحاله كبيره جدا من التردي الاقتصادي، ان احنا نبقى مستقرين وواقفين على رجلينا. هذا وقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والاعلاميين خلال افتتاح محطه عدلي منصور. حضرتك تقول لنا التحديات في اليوم ده اللي حضرتك عانيت منها، الدوله كانت رايحه فين تحديدا لو قرار 3/7 ما اتخذش يوم 3/7 بالليل، ووجهة نظر حضرتك بالنسبة للمجتمع الدولي شاف الأمر ده إزاي في ذلك الوقت اللي حضرتك وقفت وتحديت الدنيا كلها عشان الشعب المصري؟ يعني إحنا 3/7 تم تناوله كتير، سواء من كتب اتعملت أو بأفلام اتعملت أو حتى من خلال أنتوا معاشتكم، أنتوا كلكم كنتوا موجودين في الفترة دي وشفتوها. فأنا مش هقول مش هضيف كتير،
لان انا حرصت ان انا في اخر عمل اتعمل في الدرامي في الاختيار ان هو يلقي الضوء على بعض النقاط اللي ما كانتش متشافه. هي القضيه اللي انا عايز اقولها لكم كلكم اللي كانت موجوده في الفتره دي، هي خدوها مني، هي عدم الفهم. عدم ايه؟ فهم. يعني حتى الناس القائمين على الموضوع هم مش فاهمين. انت مش فاهم يعني ايه دوله، ودي قضيه خطيره جدا جدا. فلو هو ما كانش عارف يعني ايه دوله، او هم مش عارفين يعني ايه دوله، كان كل الفهم اللي عندهم ازاي اقدر احرك الشارع، ازاي اعمل لك ازمه، اعمل لك زي الوضع اللي انتم بتشوفوه، تشكيك وحقد، ومحدش بيحاول يبني ويعمر ابدا. رغم ان المفروض المنهج بتاعنا كمنهج، يعني انا بتكلم على يعني الانسان جاي لعماره الارض، فالمفروض ان هو يبقى همه ايه؟ يبني ويعمر، مش كده؟ لا، هم فالفكره كلها اللي انا عايز اقولها بالنسبه لهم، والله العظيم انا بحلف بالله، والله ما يعرفوا يعني ايه دوله. فالقضيه اللي انا في تقديري اللي كانت غايبه عن الموجودين، ان هم كانوا شاطرين في حاجه واحده، ممكن ينظموا شويه انتخابات، يعني يقدروا ياثروا على الناس عشان ياخدوا اصواتهم. وده اللي اتدربوا عليه 60 70 سنه، ازاي ياثروا في الناس، يعني يعملوا جماعات للتشكيك والاساءه. وانا قلت لكم ان خلال السنين اللي فاتت بالكامل في حاله اتشكلت لدى المواطن المصري، هي حاله من الشك او التشكك، بقت مستقره، مش مصدق. تيجي تقول له عملنا لك ده، مش مصدق. دايما عنده منطقه رماديه هو متهيألي انه مش شايفها، هم خلقوها. وبالتالي انا عايز اقول لك لما تولوا المسؤوليه، طب عايز اقول لك على حاجه، هو حد يبقى عايز يمسك البلد دي يخلي البلد دي تقعد تتظاهر سنه ونص لغايه لما يجيبها على الارض؟ انت هتمسك ركام. اقول لك تاني عشان تبقى عايز تفهم يعني هم مش فاهمين عليه دوله. انا النهارده عامل حسابي في تخطيطي، مش انا عبد الفتاح، انا هم، يعني ان انا همسك الدوله المصريه خلاص، وقعت وبقت في قياده محتمله ليهم، وهم قادرين على ان هم ياثروا في الناس وعندهم ارضيه تساعدهم على ذلك. ثم لو كان هو عندهم الكلام ده يا جماعه، انا قلته ليهم وقلته للتيار التيار الاسلامي كله، قلت لهم انتوا عندكم مراكز دراسات في انشاتوها عشان تقدروا تبقوا عارفين يعني ايه دوله، وتقدروا تعرفوا عن ايه تحدياتها عشان تقدروا تحلوها. عندكم ده؟ ما عندكمش. يبقى انتم مش هتبقوا عارفين تحديات الدوله اللي انتم فيها. فرص النجاح مش جايه بانك تعرف تقود دوله، لا. لا، فرص النجاح ان مقاومات الدوله تبقى موجوده. هم قعدوا سنه ونص خلوا مقاومات الدوله اللي هي اساسا كانت ظروفها صعبه خلصوا عليها. يعني قعدنا اكتر من 70 80 اسبوع، يا يوم الجمعه والاربعاء والثلاث في مظاهره. هي هيتفضل في الدوله حاجه، طب انت هتيجي تمسك تستلم ايه؟ طب استلمت، ها لهم ما راوا. لما جت الدوله احتاجت بقى، لا لقوا اصول جوه الدوله في البنك المركزي ولا كده، ولا لقوا حاجه خالص. فهم لما جم بتولوا السلطه لقوا مفيش حاجه، ده 3/7. هو في حد يطلع ينادي يخرج 35 مليون في العالم كله كده، اطفال على شيوخ على سيدات؟ لا، ده حاجه الهيه رحمه بالله البلد دي. ده التحدي الاولاني كله، كل التحدي اللي موجود واعتبره لغايه دلوقتي هو عدم الفهم. يعني احنا ك ك ك ك كمواطنين كمنظرين حط صوره متكامله، وقول تحديات الصوره المتكامله دي تعمل فيها ايه؟ لان مفيش حاجه، مفيش عنصر ما بيأثرش على العنصر الاخر. ما تقولش التعليم وما تفتكرش ان نتائج التعليم دي مش هتؤثر على مستوى الاداء للناتج من التعليم. ما تقولش الصحه وما تتكلمش على ان الصحه مستوى الرعايه اللي بتقدم مش هتؤثر على المجتمع. ما تقولش على عدد النمو السكاني اللي بيزيد 2.5 مليون وانت ما عندكش مقدرات لهم مش هيؤثر على مستوى الفقر. خد بالك، تقوم انت تاخد
بتتكلم من غير ما تقصد في حته صغيره. الصوره كامله يا جماعه، الصوره كامله هتخليكم تقولوا احنا رايحين فين باللي بنعمله. مش اللي انا بعمله، هو اللي بيعمل اللي احنا فيه ده كله مين؟ المصريين. شوفوا انا لما بذكر ده دلوقتي لكم بذكره عشان حاجه واحده، عشان اقول لكم ان الجيش في مصر ده اسطوره مصر. انا كنت قلتها لوزير الدفاع، اسطوره مصر، وهو السبب اللي ربنا جعله عمود البلد دي تقدر يعني تتسند عليه في اي وقت. سيد الرئيس، يعني كثيرا كل من عرفك وعرف منطقتك في الانتخابات الرئاسيه بدايه سيادتك كنت رافض. وانا اتذكر جلسه مع حضرتك قلت ان المصريين بياخدوا 10% مما يحتاجون، وان مؤسسات الدوله تاكلت، وان منظومه القيم تراجعت، ومع ذلك قبل هذه النسبه. النهارده احنا في مستوى اخر، في دوله، في مؤسسات، في كيان، في محاوله للعوده الى دور مصر المحوري والقيادي في المنطقه العربيه. ما يحدث في ليبيا الان هو ما حضرت منه سيادتك في اعلان القاهره في الحديث عن افشال الدوله الوطنيه. كيف ترى الخروج من الازمه الليبيه الان ونحن امام فوضى عائله؟ اللي انا بتمناه ان الشعب الليبي والوطنيين الموجودين ينتجوا ويحافظوا على الاستقرار، يعني الهش اللي موجود هناك ما يوصلش لمرحله اي شكل من اشكال الارتداد. هي الفكره ايه؟ ان انت عندما يكون مصيرك في ايد الاخرين، في ايد الاخرين، مين الاخرين؟ اي اخرين بقى، مش جوه البلد، بره البلد. لما يكون مصيرك في ايد الاخرين لا تلومن الا نفسك. كل واحد ليه مصالح وليه اهداف عايز يحققها، وبالتالي قد تتعارض وتتقاطع المصالح بين الاطراف المتداخله. اللي مش هيحصل كده لو الدوله زي الدوله المصريه دلوقتي، في حد بيدخل مننا يقول لنا دلوقتي الموضوع الفلاني او الموضوع الفلاني، ولا المصريين هم اللي بيعملوا؟ المصريين هم اللي بيعملوا. كل ما عودك يعني يشتد ويقوى في الدوله المصريه، كل ما تجد انك انت قادر على مش تقوم بدور. دلوقتي انا بتكلم في النقطه دي وبقولها لك، احنا دلوقتي بنتكلم في عمل مشترك، مش بنتكلم على رياده وكده، بنتكلم في عمل مشترك كلنا مع بعضنا. زي الدنيا كلها ما بتعمل بتخش تتكلم وتناقش وتطرح الموضوعات والتحديات وتبتدي تحلها. انا بتكلم على العمل الجماعي. مفيش الفكره، فكره الدوله الرائده والقائده دي فكره الخمسينات والاربعينات والكلام ده القديم، احنا تجاوزناها لعمل عربي مشترك. اتفضل. وكل سنه وانت طيب، والف مبروك على الافتتاح. وحضرتك كنت في جوله وقمم يعني متتاليه على مدى قصير جدا جدا، يعني في جولات مكوكيه اكيد كان في تنسيق المواقف قبل القمه التي ستعطى في الرياض مع دول التعاون مجلس الامن الخليجي ومصر والعراق والاردن والولايات المتحده، وده يمكن لاول مره. والبعض بيتساءل ايه اللي ممكن يعني الدول العربيه تكون الموقف الموحد الذي تم التوافق عليه امام الولايات المتحده في تعديل موقفها في الفتره الماضيه منذ انتخاب بايدن. النقطه الاخرى انا كنت سالت حضرتك المره السابقه على ما يعني ما تتوقعه من الاشقاء العرب، وذكرت انك تريد الاستثمار في هذه الجوله ومن قبلها ايضا القمم كان هناك استثمارات خليجيه وتم الاعلان عنها. هل ما تم الاعلان عنه يعني تطمح لاكثر من ذلك؟ هل هو كافي؟ واحنا شايفين سيد الفريق بيقول اكثر من تريليون يعني جدا في ظل ازمه اقتصاديه. وبعدين السؤال الاخير هو ملوش علاقه باي حاجه، هو حاجه انسانيه، وانا عارف حضرتك انسان جدا جدا جدا. السيده اخلاص صاحبه العوام عندها 88 سنه، الست دي مالهاش ولاد وعاشت طول عمرها في العوالم، وانا عارفه ان سيادتك يعني انسان طبيعي عايش. انا اسفه ان انا بقول حاجه، يعني انا شفت الست شخصيا واكيد حضرتك سمعت عنها، انا متشكره جدا. طيب نبدا الاول طبعا احنا في قضايا للمنطقه، قضايا مشتركه زي القضيه الفلسطينيه وقضايا اخرى وامننا القومي كله. فده في التوافق على ان احنا يبقى لنا صوت واحد مع خصوصيه كل دوله وظروفها. يعني عشان بس ما اتكلمش كتير على موضوع لسه جاي،
يعني له، لكن على الاقل احنا اتكلمنا على الموضوعات اللي هي الموضوعات اللي تمس منطقتنا ومستقبلها، واتفقنا ان احنا بلينا يعني توجه وتصور واحد متفق عليه بيننا وبعضنا وشغالين عليه دلوقتي. الاستثمار، شوف لما بنتكلم على الاستثمار هنا دلوقتي او حتى من شهر ولا حاجه، اول ما بتتحول اليات العمل لتنفيذ ده بتاخد وقت. ليه؟ بتتشكل لجان مشتركه او لجان من دول الخليج، سواء كان في المملكه العربيه السعوديه او في دوله الامارات او في الكويت او في اي حد او في قطر، وعايز يجي، فهو مش هيجي. يعني بنقول له احنا بنطرح عليهم طريقتنا في الاستثمار، وبنطرح عليهم الموضوعات اللي ممكن الاستثمار فيها، وبالتالي هم بيبعتوا لجانهم تشوف اللي احنا قلناه يتوافق معهم، بنتحرك ويبقى في استثمار، سواء كان استثمار خاص بهم هم بس او استثمار مشترك. الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه فيما يخص الموضوعات اللي يعني بعض المشاريع اللي موجوده هنا، احنا طبعا عملنا في خلال الفتره اللي فاتت حجم ضخم جدا من المشاريع، وبالتالي بنقول لو الاشقاء حد عنده استعداد يخش يشارك في ده بالنسبة او يدير الموضوع كله، احنا ما عندناش مشكله، هي في النهايه حاجه واحده. فده موضوع الاستثمار واحنا متحركين فيه. الموضوع اللي حضرتك كلمت عليه كل التقدير لاي عمل لاي موضوع انساني، وعلى دماغي من فوق اي انسان مصري خاصه لو كانت يعني سيده ومسنه يعني. لكن في موضوع مهم قوي ان احنا بنعمله، احنا بنعيد تنظيم الدوله ديت. بنعيد ايه؟ تنظيم الدوله ديت. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني ما احنا في طرق لما بنيجي نعملها بنشيل عشرات، لا مش عشرات، بال 3000 شقه وبال 4000 شقه. طب بنشيلهم ليه؟ اولا لما نيجي نعمل ده بنعوض الناس ولا لا؟ انا لسه كنت بكلم الدكتور مصطفى معاكم في الموضوع، بنقول يا يعني انتوا جماعه اخواننا اللي في مثلا في الوراق، قلنا ايه؟ ياخد تعويض، تعويض مرسي، ياخد شقه، يا اما ياخد في المكان اللي هو فيه حاجه اللي انت عايزه. فالفكره كلها بس عشان من ايه؟ ما نشخصنش موضوع ونعتبر ان ده يعني قضيه، لا، احنا بنعمل دوله وبنحل مسائل، وبالتالي لكن النهايه تتظلم ما يطرح ظروفها؟ لا هتتظلم ولا ما يطرح ظروفها. ثلاث سنوات عجاف زي ما بيقولوا، اتنين وباء والحرب الاوكرانيه، ازاي حصل وقدرت الدوله المصريه شغل خطه التنميه هذه المعدلات؟ لان دي تشكل حاجه محتاجه تفسير. العالم بيقف كتير جدا، المشاريع بتقف، لكن احنا ماشيين نكمل. شوف انا هقول لك على حاجه، الأزمة اللي موجودة فيها سواء كانت كورونا أو الأزمة الأخرى هي أزمة طاحنة للكل، وإحنا من ضمن الكل، إحنا ضمن الكل. الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها السلع الأساسية تبقى أولا متوفرة وسعرها ما يتحركش كتير. أنا عايز أقول لكم على حاجة، الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا جدا في التشغيل عشان كل مواطن شغال في المشروعات دي يلاقي فلوس آخر الشهر أو آخر اليوم يرجع بيها بيته. انا عندي 20 مليون بني ادم شغالين في القطاع الخاص، او 30 مليون ولا كام؟ القطاع الخاص دلوقتي حجم عمل يعني، انا النهارده لو جيت النهارده عملت انكماش شديد في الدوله المصريه وقلت ان انا حد سلعه تموينيه زياده شويه مثلا، ده قد يكون ده تصور ممكن يتعمل، ده تصور مؤقت ما يبنيش دوله. لا، لازم يبقى لك نظر فكري كامل عن الدوله المصريه وظروفها ومستقبلها. اتفضل. كيف نحافظ على ما تم النهارده؟ يعني احنا خايف جدا على الحاجات اللي احنا بنعملها الاجيال الجايه تضيع، احنا محتاجين روايه مصريه جديده، محتاجين سرديه مصريه جديده، محتاجين مجموعه خير مصريه جديده. بقترح على سيادتك ان احنا نكلف مثلا وليكن مجلس الشيوخ انه يبدا في صياغه سرديه مصريه لجمهوريه جديده. مجموعة قيم مصرية وفقا للقرارات اللي حصلت. طب انا هقول لك على حاجة، احنا هنروح بايه ليه؟ هو احنا النهارده لما اطلقنا الحوار مش كده؟ واطلقناه عشان كل المفكرين والمثقفين والنقابات
والقوى السياسية بدون استثناء باستثناء بدون استثناء مع إيه؟ استثناء واحد. طب الاستثناء الواحد ليه؟ عشان بس الناس ممكن تقول ليه احنا ما قلناش كل الناس تبقى موجودة معنا؟ لأن احنا يا جماعة في 3/7 آخر حاجة عملتها طرحت عليهم تصور ممكن أن يتجاوز بيه أزمتنا، اللي هو نعمل انتخابات رئاسية مبكرة، نطلق الشعب خرج في الشوارع. طيب نديله فرصة يقول رأيه، وانتوا بتقولوا ان انتوا ليكم مؤيدين وبتقولوا دي مؤامرة. طب ما تخلونا نكتشف المؤامرة دي ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة مرة تانية. ان جابوكم خلاص، طب ما جابوكمش بقيتوا جزء من الايه؟ من العملية السياسية في مصر، مش كده؟ ده ما حصلش. قالوا نعمل ايه؟ لا نقاتل. بما انك قاتلت يبقى النهارده الارضيه المشتركه اللي بتجمعنا للحوار والنقاش مش موجوده، لانك انا بتكلم في حوار وانت بتتكلم في ايه؟ في قتل. دي واحد. نمره اتنين، انت ما جيتش الا بعد ما الامور ايه؟ لكن لو انت كنت نجحت بطريقتك كنت انا هقول لك طب تعالى نعمل حوار حتى اسمع مني؟ لا، انت هتقول لا انا انتصرت عليك بالقتال والقتل وبالتالي ما انا هاخدها بالقوه. رغم انه كان هياخد اشلاء. ياخد ايه؟ اشلاء. وبعد 8 سنين من الكفاح المرير تفهم يعني ايه الدوله دي وتحدياتها. واللي انا قلته ده وانا بقول لكم دلوقتي هتلاقوه في مطبطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في يناير 2014 قبل بنناقش فكره ان انا اسيب الجيش ولا لا. طب بقول لهم اللي انا بقوله لكم ده، الدوله دي عايزه تضحيات من كل اللي فيها. استاذ الريس، عندنا قصور في تسويق مفهوم ابعاد الجمهوريه الجديده اللي احنا مرينا بيه خلال السنين اللي فاتت، خاصه الفتره بتاعه 2011 كان ليها تاثير كبير جدا على كل حاجتنا. وبالتالي انت ابتديت تتعافى، بس انت بترصد شايف ان 9 سنين كتير او 8 سنين كتير في عمر الدول وتجاوز الأزمات اللي انت فيها وتجاوز الصدمات اللي انت خدتها بياخد وقت اكتر من كده. عايز اقول لك لو انت تروح لاي قريه اللي بيتم فيها شغل حياه كريمه احتاجت صوره واللي لسه ما جاش مستني دوره. وعشان كده احنا علمنا قلنا يا دكتور مصطفى لن ايه؟ لن نتوقف. ليه؟ لان انا النهارده اهم ان اغير حياه 60 مليون مصري لحياه افضل كتير. اذا انا كان ليا مقاربه اخرى. المقاربة الإعلامية مهمة، ولكن إذا أنا ما نجحتش بأدواتي إن أنا أوصل بيها لكل المواطنين فأنا عامل شغل على كامل الدولة المصرية. وأنا متأكد من اللي أنا بقوله، اللي شايف مصر كويس كويس هو اللي حاطط الخطة كلها. وبالتالي طب المواطن يشوف إيه؟ كله في مكانه بقى. أنا بعمل حاجة برفع كفاءة مساكن مثلا في منطقة شعبية، يعني الناس اللي هناك ايه؟ شفقة. وعشان كده البرنامج ضخم جدا جدا، بالمناسبة لا يكافي قدرتنا خالص. ولا يا دكتور مصطفى، والله العظيم والله العظيم اللي بيتأمل فيك يا مصر من عند ربنا ده حلم حلم. اليوم العظيم اللي احنا بنحتفل بذكرى الذكرى 9 لبيان 3 يوليو، كنت عايز اسال سيادتك سؤال. بعد هذا البيان اللي حضرتك القيته ساعتها، هل كنت تتوقع ان يتغير رد الفعل الذي تلا ذلك البيان عندما قاطعت دول عديده مصر و جمدت عضويتنا في الاتحاد الافريقي، وتمر الايام وتمر السنين وتعود مصر لتتبوأ مكانتها الطبيعيه ويستقبل زعيم مصر افضل استقبال في كل العواصم العالميه، هل كنت تتوقع ان يتغير الحال لهذه الدرجه؟ شوف طبعا كانت الصوره صعبه صعبه قوي قوي قوي، زي ما انتم شفتوا لولا الاشقاء في السعوديه وبيان الملك عبد الله بانه كان حاسم اللي قال ان اي عقوبات هتقع على مصر ستقوم المملكه بمسانده مصر. اذا النجاح بتاعنا مش نجاحنا احنا بس، نجاح مش نجاح الملايين اللي خرجت بس، لا ده كان نجاح كمان
إن الأشقاء تفهموا وانتبهوا لمتطلبات النجاح ده واستمراره ووقفوا جنبينا، وإحنا صبرنا وبذلنا جهد في زيارات على مدى السنين اللي فاتت كلها بالكامل، وأنا لم أتوقف عن شرح ما يدور في مصر بكل صدق. لو أنا قلت لك إن أنا كنت متوقع النجاح الباهر أبقى أنا مبالغ، لأ أنا كنت متوقع النجاح، لكن اللي حصل نجاح إيه؟ باهر جدا جدا. بصفتي سيدة مصرية وأم، إحنا ما بنطمنش غير لما بنسمع حضرتك، دي أول حاجة. تاني حاجة بصراحة أنا خايفة جدا على المشهد الجميل اللي موجود بره ده يا فندم، فأنا أتمنى تغليظ العقوبات داخل كل مرافق الدولة وطرق الدولة الحديثة على أي حد يتجاوز حدود الاستخدام الآمن لكل الحاجات الجميلة. واقترح على سيادتك مقترح إن أنا بتمنى إن يكون في مادة دراسية في المدارس الدولية والمدارس القومية والمدارس الحكومية والجامعات نفهم الناس يمشوا ازاي في الطريق، يدخلوا ازاي محطات زي دي، يتعاملوا ازاي مع بلد نفسها تكون بلد كبيره ومتقدمه، ما نبقاش بنعمل حاجه جميله قوي كده وفجاه تروح. معلش سؤال اخير لسيادتك، اخر حاجه كابتن سيفان، يعني دي فرصه عظيمه جدا 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 لتسويق مصر، وانا اتمنى ان التسويق ده ما يكونش على مستوى وسائل الاعلام بس، لكن على مستوى السوشيال ميديا وكالات الانباء وعلى مختلف الاصعده، واتمنى ان شاء الله النجاح. وانا متاكده ان شاء الله الدوله المصريه هتحقق نجاح كبير جدا، لكن انا بحلم ان كابتن 7 يكون نقله نوعيه في شكل السياحه في مصر وفي نقل صوره مصر الحضاريه. شكرا لحضرتك يا فندم. طب انا هبدا بنص اللي هو بتاع المؤتمر المهم قوي ده بتاع المناخ، وبقول لك ان احنا شغالين على خطه عشان نقدم الدوله المصريه بما يليق في الوقت دوت للضيوف اللي هيجوا، ويمكن الكلام اللي احنا فيه ده جزء منه، واحنا بنتكلم على وسائل نقل صديقه للبيئه يعني الطاقه الكهربائيه، ونفس الكلام بيتعمل في شرم الشيخ، بنقول ان هي هتبقى مدينه خضراء تماما وذكيه تماما عشان ثم مشروعات اخرى. يعني ما تسمعي ان احنا مثلا يعني هنطلق مشروعات عن الهيدروجين الاخضر مثلا، مشروعات طاقه متجدده اخرى في الوقت دوت، ويعلن عن حجم الطاقه المتجدده لمصر هتخش بيها بشكل فعلي، مش تخطيط بس عاملينه، لا احنا بالفعل هيكون الكلام دوت في خطوات تنفيذيه للعمل فيه. ده شكل من اشكال الاعداد للمؤتمر مع حاجات اخرى تانيه كتير. نرجع بقى للمرافق والكلام دوت. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن اجاوب كل حاضر، لكن انا بعتبر ان ده يتنافى مع الفهم. بناء الشخصيه مش بكتاب تقريه، بممارسه تعمليها. يعني انا النهارده لو انا جيت قلت لابني ما تكذبش وانا بكذب ينفع؟ اذا انا المهم الفكره كلها ان ما اقدرش اقول ان بالكتاب لوحده اقدر اعمل ثقافه وممارسات مناسبه لمجتمعنا. بس هو السؤال، هو احنا كده ليه في مصر؟ يعني عشان بس ما تظلميش الحاله المصريه، ان احنا موجودين على قطاع ضيق من الارض. احنا كنا موجودين على 4-5% من مساحه مصر، من اسوان لاسكندريه، موازي للنيل، زحمه قوي، فالزحمه شكلت ممارسات ما تبقاش مريحه ليه. اللي احنا بنعمله كمدن جديده، او النهارده انت كنت تمشي تلاقي ناس كتير جدا من بس التوسيط، تمشي بالعربيه تلاقي بيروح سابقك ومعدي الاشاره، مش كده؟ مش كده؟ دلوقتي ما بقاش في اشاره، خليتك تطلع الكوبري وهو يمشي من تحت. حالتها بطريقه ثانيه، حاله المرور في مصر وحاله الممارسات نسبيا في مصر. اذا لو انت بتتكلمي النهارده على انك انت تعالجي ممارسات انت مش راضي عنها في بلدنا، ما بقاش المدرسه فقط يعني كتاب يدرس فيه، احنا كاسر. ثم احنا في نقطه مهمه اقولها لك، في حجم معين لازم نقبله من الاضرار، تجاوزه هو كتير. احنا النهارده خلينا معظم المناطق ديت والاماكن ديت بتبقى حاجتين، ان الصيانه والتشغيل باداره يعني قطاع خاص. عشان ايه؟ عشان هم هيبقوا هيبقى في مستهدفات وهيبقى في معايير يتم احترامها. ده اللي احنا ماشيين فيه، بنعطي فرصه للقطاع الخاص ان هو يخش يشتغل مع الدوله في مشاريعها ويحافظ ما امكن على الموجود.
لا المصريين بيتغيروا، اي مصري بيخش مكان زي كده، انا مش بكلم ادافع عنه او بديله معنويات، لا لا، بيخش مكان زي كده هو كم واحد هيبقى مش عايز يحترم؟ بس انت لو شفت واحد بس بيرمي ورقه و10 ما رموش، هتشوف اللي ايه؟ اللي رمى الورقه، وتفتكر ان هم كلهم بيرموا، لا ده واحد يشيل الورقه يحطها في ال... اذا في الحفاظ على اللي احنا بنعمله ده، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني في المدينه الاولمبيه، طب المتحف المصري الكبير، المتحف المصري الكبير ده مش كده دكتور مصطفى؟ مش احنا اللي هنديه؟ لا وزاره الثقافه ولا وزاره السياحه ولا الاثار ولا حاجه، اللي هيديره شركه او تحالف من شركه هو اللي هيديره، يحافظ على كفاءته وهيستلمه بكامل ادائه، وهو يديره على مدار السنه ويدينا حاجه عشان ندفع اللي هو اقساط الايه؟ الاقساط بتاعت القرض اللي معمول بيه. فالنهارده الاتجاه بتاع الدوله انها تتيح الفرصه للقطاع الخاص وللتحالفات اللي ممكن تتعمل سواء كان داخليه او خارجيه، انها تيجي تدير مشروعات عندنا تحافظ عليها وتحقق المعايير اللي انتوا بتتكلموا عليها، وتغير يعني هتغير نتيجه التواجد يعني بشكل غير اللي موجود قبل كده. اتفضل. حضرتك مهتم دايما بقضية الوعي وقضية بناء الإنسان المصري، والحقيقة أنا بعتز جدا بلفظ الإنسان المصري أكثر من كلمة المواطن المصري. وعندي رجاء لحضرتك لو يكون هناك دراسة حالة للمجتمع المصري، لأنه منذ السنوات الأولى اللي احنا دلوقتي في الربع الأول من الألفية الجديدة، والمجتمع بيتغير طبقا لظروف العالم كله واللي بيطرأ عليه، زي ما عندنا حاجة مهمة جدا اسمها متى حدث للمصريين، موسوعة مهمة للكاتب جلال أمين، زي ما عندنا كتاب اسمه شخصية مصر لجمال حمدان، دراسة في عبقرية المكان. أتصور إنه الشخصية المصرية كمان في الجمهورية الجديدة محتاجة دراسة حالة علشان نقدر نحدد نبدأ معاها منين. واحنا عندنا في مصر كتير من أقسام الاجتماع في الكليات المختلفة، وكتير من المثقفين والمفكرين نستغل وجودهم وهم ربنا يديهم الصحة ما زالوا على قيد الحياة، أعتقد أنهم باستطاعتهم أنهم يكون عندهم موسوعة للشخصية المصرية بداية من سنة 2000. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك على السؤال مهم قوي، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا مهتم بالإنسان المصري اهتمام كبير جدا، لأن أنا بعتبره هو يعني هو العمود الرئيسي في استقرار الدولة واستمرارها. وهقول لك على حاجة، يعني اللي هو احنا النهارده 3/7 من 9 سنين ولا أكتر، مش كده؟ هو اللي نزل مين؟ أنا؟ أنتوا؟ الناس كلها. طب مين نزلهم؟ عشان بس أنا يعني أنا في نقاش معاكم على الوعي وعدم والفهم، وان هم يعني لا هم عندهم حس قادر على فرز الواقع اللي احنا موجودين فيه. لازم تعرفي ان التطور بتاع الامم بياخد وقت طويل جدا عشان توصلي من مرحله يعني جمود لنمو لتقدم. عشان احنا دوله احنا فين؟ هل احنا زي مثلا يعني دول متقدمه اخرى في دخلها وفي اقتصادها وفي تعليمها؟ لكن عايز اقول لك حاجه، انت هتشوفي امتى الجامعات الاهليه اللي احنا هنفتتحها في سبتمبر القادم ده يا دكتور؟ مش كده؟ عدد ضخم جدا. طب بنفتتحه ليه؟ عشان يساهم في تعليم جيد يخرج اجيال لسوق عمل لسوق عمل حقيقي. هتشوفي ده امتى؟ ده مش اقل من 10 سنين. الموضوع التعليمي اللي احنا بدأنا فيه هتشوف نتيجته امتى؟ على الاقل عندما يتخرج اول طالب دخل بقى نقول بياخد 14 سنه. ففي برامج بتاخد مده زمنيه طويله. ما تخافوش ان انتوا تبصوا يعني تعملوا نتيجه صغيره على الواقع، لا خلوا النتيجه كبيره على مده زمنيه شريحه زمنيه طويله. يا ترى وارصدوا، قولوا نتكلم على 10 15 سنه كانت الناس عامله ازاي؟ اللي بيحصل ده عباره عن تقدم انساني ربنا منظمه ومرتبه لحكمه احنا ما نعرفهاش. هو عارف سبحانه وتعالى ان الكلام ده هيعمل ايه في الانسان وفي عقله. طب ده معناه ان احنا مالناش دور؟ لا، احنا لينا دور. بس الفكره كلها انا عايز اقول ده في تطور
إنساني. التطور ده مش معمول بدون إرادة إلهية، لا، كل العلوم اللي حضرتك بتشوفيها، كل التقدم الإنساني اللي بتشوفيه ده جاي كله منين؟ من خزائن علم ربي بيتاحها للبشر بحكمة في فترات زمنية عشان ياخد الإنسان من حالة لحالة تانية. تاني بقول أنا عندي تحديات كتير قوي في كل مجال هتتكلموا فيه، هتلاقي فيه تحدي. لو احنا اتكلمنا على التعليم هتلاقي فيه تحدي، لو كلمتني على الإعلام هتلاقي فيه تحدي. وبالمناسبة هو الأمر ده مش هينتهي، ده تطور مستمر. حققتي 8 عايزة توصلي ل 9، حققتي 9 عايزة توصلي ل 10، عملت 10 عايزة توصلي ل 20. يعني التطور الإنساني ما بينتهيش، وإلا الدول المتقدمة كانت إيه؟ كانت تجمدت. لا ما تجمدتش، هي في عندها دراسات وأبحاث مستمرة عشان تكبر. فإحنا في حراك مستمر، واللي يتصور حد يقول إن إحنا مسائلنا ومشاكلنا اتحلت يبقى يعني يبقى مش مدرك للنقطة دي. عايز أقول إن أكبر سنين تبشرعات الدولة المصرية هو ما يحدث في أرض الواقع. الناس شايفة بعينيها، يعني شايفة بعينيها في كل مكان مشروعات، وده التسويق العظيم. الإعلام بيلعب دور مهم جدا، بس تسويق مشروعات حقيقية. زمان كنا بنقول كلام جرايد والناس ما كانتش مصدقة، دلوقتي الناس تجاوزت هذا المفهوم. الأمر الثاني إن قوة الدولة بتنعكس على نظرة الناس ليها في الدول الأخرى. الصورة كويسة والناس شايفاها، لكن زي ما قلت سيادتك، طيب مصر إلى أين؟ ده اللي محتاجين نبذل فيه جهد. الخريطة تبقى واضحة قدام الناس في الخمس ست سنين الجاية في الزراعة وفي الصناعة. أنا من الجيل اللي شاف الإصدارات اللي كانت بتطلعها هيئة الإرشاد القومي من في الخمسينات والستينات. أنا شفت ده، أنا شفت ده. كان في جهد منظم جدا جدا الدولة بتعمله، بتطلع كتيبات بكل ما إنجازاتها أو تخطيطها اللي كانت عاملاها. أنا عايز أقول إيه؟ طب هل إحنا عاملين ده؟ أنا بقول لك، سواء على مواقع مجلس الوزراء أو مواقع الوزارات أو الموقع الرئاسي، مش كده يا محسن؟ هتجد كل ما نتكلم فيه موجود. قطاع تعليم تلاقيه بدقة، تكلفته، خططه، المنشآت، الحاجات اللي تم إنجازها، حتى الأفلام لبعض الحاجات اللي احنا افتتحناها. الموقع الرئاسي، موقع مجلس الوزراء، الموقع بتاع الوزارات، لو دخلت على موقع وزارة النقل هتجد كل مشاريع وزارة النقل بأفلامها اللي اتفتح واللي هي شغالين فيه. ده توفيق. لكن عايز أقول بيانات الدولة متاحة. متاحة ليه؟ لأنها يعني ده التطور برضه، إن إحنا يبقى عندنا موقع بيقول إحنا عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ بكل صغيرة وكبيرة. ده اللي أنا بتكلم عليه، اللي خلص، اللي افتتح، مش اللي إحنا فقط بنخطط فيه أو خططناه وبننفذه دلوقتي. طب إحنا رايحين على فين؟ لما بدأت الكلمة في الأول قلت لكم يا جماعة شوفوا صورة متكاملة وعرضوها. يقول لك طب بالنسبة لقطاع التعليم في كذا، وكان عندنا كذا، وفتحنا كذا، وهنفتتح كذا. أنا بتكلم في عشرات الجامعات سبتمبر. طيب عشرات، مش جامعة ولا اثنين ولا ثلاثة، ومعمولة كلها بمعايير محترمة عشان توفر إيه؟ عشان أقدر أقول إن 700-800 ألف اللي بيخشوا في التعليم كل سنة حسن لهم المستوى بتاعهم. ممكن حد من اللي قاعدين يقول لي يعني 700-800 ألف دول مش ممكن كلهم يبقى مستوى التعليم بتاعهم متميز جدا؟ اقول لك لا، في دوله سوبر مان، في دوله تقدر تعمل ده، ودوله تانيه تعمل اكتر من كده، ودوله ما تقدرش. وانا في الترشح قلت لكم التحديات اللي في البلد ضخمه جدا جدا، لكن مع بعضنا نعملها بدليل احنا موجودين في ده. هو في حد يعمل ده؟ ما اللي عملوا مين؟ ده شركات مصريه باموال مصريه. احنا لسه ما طرحناش حاجه لحد، يعني ما قلناش ايه ان دي شركه يعني مستثمره جايه تعمل مشروع في مصر اسمه القطار السريع. فتقول بنفتتح حاجه، لا، ده احنا عملناه وبنعرضه دلوقتي. بنقول ايه؟ ده اللي عايزين تخشوا في استثمار اهو، المشروع ده جاهز زي ما انتم شايفينه، خطته اهي، شكله اهو، دخله اهو،
وانتوا اذا كنتوا عايزين تخشوا تستثمروا فيه احنا مستعدين. نرجع تاني عشان نطمنكم احنا فين؟ لا والله، وعشان كده قلت كلمه، بس انتوا ما تحطوش كلام جنب بعضه ابدا. انا من كام شهر كده قلت ايه؟ اخشى، مش قلت كده؟ قلت اخشى ان الناس ما تحسش بنعمه ربنا وتجحد فضله عليها في انه حافظ عليها وغير لها حياتها. مش بيا ده، ربنا. ولازم دايما في كل وقت وفي كل اوان انا بس اللي اقدر اعرف ربنا ساعدنا، ساعدنا قد ايه. طب انتوا ما تعرفوش ليه؟ مش عشان حاجه، قالك مني اللي شايف القضيه وعارف تحدياتها وعارف الامكانيات المتاحه قد ايه. فببص كده والاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ايده معانا. امال ايه؟ وبكره تشوف. لا والله احنا في نعمه جليله. شكرا جزيلا.